صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معي على قناتي وقناتكم ايفالوكس دي زد. نبعدوا شويه على الوصفات الطبيعيه للتجميل ولا للتداوي، وراح نرجعوا هنايا الوصفات المطبخيه. اليوم عندي لكم طريقه كيفاش طريقتي انا كيفاش نجهز لاصوص طوماط تاع نستعملها في كامل الاطباق، صديق نون سول بيتزا، مي نستعملها ايضا في جميع الوصفات، صديق في الشوربه، في الاطباق، ان صوص فوق الباذنجان، صوص فوق فريت، صوص المهم صوص، هاد لاصوص متعدد الاستعمال وراح تهنيني وتنحي عليا بزاف شقا. هنايا اليوم رحت للمارشي هنايا تاع 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 بليده وصبت الطماطش، دير هنايا صبتها ناقصه، صبتها 4000 ونص حتى 5000. الو قلت علاش لا نبروفيتي نوجد هاد لاصوص، نعمرها في قراع وندسها في الكونجيلاتور، لو طون اللي نحتاجها نجبدها. انا كل عام ندير هكذا باش نهار مين تكون الطماطش طالعه والبري تاعها طالع توصل حتى 15 ميل 16 ميل، انا تما نستعملها صف السلطه، خلاص ما نستعملهاش لي صوص ولا في الطياب ولا، باسكو ديجا نكون بريباريت هاد لاصوص وتكون قعدت لي ونحتفظ بها مده طويله، تقعد معايا لمده طويله. الوغ هنا واش نحتاج؟ انا خديت هنايا طماطم نحيت لها راسها، هذيك العظمه اللي تكون هنا شويه خشينه، ونظفتها راح نقطرها. واش نحتاج معاها؟ عندي هنايا زوج حبيبات متوسطين نتاع بصله، وعندي ايضا زروديه. فوالا انا كيفاش البصله هنا راح تبنن لي هاد لاصوص، والزروديه باش ندخل خضره ما تتكلش. باغ اكزومبل الزروديه ما كاش الدراري ما ياكلوهاش، كيفاش ما درتي لها ما ياكلوهاش الدراري، سي بور سا انا نبروفيتي وندخلها لهم هكذا في ان صوص هكذا ياكلوها سيف عليهم. هنا عندي كميه تاع الزروديه راح نقطعهم باش نحطهم في القدره، ودوك نوريكم لي زيبيس اللي راح نزيدهم لهم. فوالا هنايا بعد ما نقيتها، بعد ما قطعتها، قطعت معاها البصله، قطعوها بطريقه عشوائيه لانه راح نطحنوها وراح نميكسوها، تسمى ما سي با لا بان نهتموا كيفاش راح نقطعوها. قطعت ايضا الزروديه، عمرت لي هذه القدره حتى الفوق تعطيني كميه مليحه. هنا برك ننصحكم باش تستعملوا الزروديه لانها فريمون نون سولمون راح تبننها لكم، مي ثاني راح تزيد لكم قيمه غذائيه لهاد لاصوص، وراح توكلوا ولادكم خضره بلا ما سورتو الزروديه بلا ما يعباو. هنا واش راح نزيد عليها؟ عندي هنايا بواقي تاع الدجاج، كانت عندي كان تاع دجاج مشوي، كنا فطرنا به، واللي بقى كما العناق كما الجناح هنا ما يحبوش ياكلوهم لي، الوغ راح نضيفهم هنايا، راح يضيفوا لي ايضا بنه لهاد لاصوص. اون بليس لو كان ما عندكمش كيما هكذا يكونوا عندكم بواقي تاع الدجاج، تقدروا تستعملوا جناح، عنق، مهم حاجه مرصو تاع الدجاج اللي يكون تبنن لكم الماكله، تبنن لكم لاصوص. هنايا بالنسبه للتوابل انا واش عندي؟ عندي اوراق تاع رند، عندي هنايا الثوم مجفف بودره، كنت قادر نستعمل الثوم تاع حمي بوسك راه واجدني هذا، قلت نستعمل هذا نبدل. عندي هنايا فلفل حمر عكري حلو، عندي هنايا فلفل حار ما نكثرش، عندي هنايا ملح ثاني كما نكثرش، باسكو انا هنايا الملح من باش من ما جينيش صامت اون بلوس دو سا قد تبقى لي بمده في الثلاجه، ومانيش حابه من بعد من نطيب نبقى حايره اسكو درت اسكو ما درتش، الوغ ندير غير واحد كميه قليله. عندي هنايا كمون، عندي هنا عرج تاع زعيطره، عندي زعتر، وعندي هنايا هكذا زنجبيل مرصويات هكذا مجفف، وعندي هنايا كركم ايضا هكذا عيدان. راح نستعمل كامل هادو لهنا فوالا بهذه الطريقه، وراح نزيد لها هنايا شويه زيت الزيتون، وما راحش نضيف الماء اطلاقا، ما راحش كامل نضيف لها الماء باسكو هي راح تطلق الماء تاعها، وفي الماء تاعها راح نميكسيها بهذه الطريقه فوالا. في الماء تاعها راح نميكسيها، راح نضيف هذا التوابل بهذه الطريقة،
من بعد راح نصفي الوراق نتاع. شوف واش عاد درت كميه نتاع رند باسكو يبنها لي، وثانيك عندي الكميه كبيره نتاع لاصوص. فوالا راح ندخل كامل هادو وراح نغطيهم ونحطهم على النار، نقص لها ونخليها تغلي دوك وحدها، تشوفوا الماء اللي راح تطلقوا. انا دائما من تكون عندي هكذا طماطش هكذا تكون ناقصه في المرشي ويجي لو مومون تاعها ولا الموسم تاعها، الوغ انايا دائما نبروفيتي هكذا نقص الغاز، نبروفيتي نشري كونتيتي ونطحنها وهكذا العام كامل، وانا نكونصوم فيها نعمرها هكذا في بايض صغار ولا بلارات صغار ولا القراح تاع الماء هذوك اللي نتاع نيسلي ولا تاع افرمين يخواونا، نعاودو نعمرو بهم هاد لاصوص ونخبوهم في الكونجيلاتور تاني كل مومون اللي نحتاجوهم نجبدوهم. نبروفيتي نوجد هكذا كونتيتي كبيره لو مومون اللي نحتاجها، بارفو نكونوا حابين نديروا فطور ليه ليه ونكونوا مزروبين، تكونوا حابين نديروا بيتزا تكون عندنا خرجات نتاع بحر نتاع حاجه تاع نزهه ولا ما يكونش واجدنا لاصوص باش نديروا بيتزا وباش الوغ نعكزو ونتكاسلو باش نخرجوا. هكذا راح تكون واجده عندنا لو طون اللي نحتاجوها نجبدوها وراح تعطيكم كميه كبيره. فوالا حبيت برك نوريكم باللي ما ضفنا لهاش الماء، مي شوفوا كميه الماء اللي راهي حتى الفوق، باسكو البصله راح تطلق الماء والطماطم راح تطلق الماء تاعها، الوغ سي با لا بين كامل نزيدو لها الماء، راح نصمطوها باطل، الوغ هنا راح تطيب في ماها وراح تتخطر تاني في ماها. ودوك نشوفو هنا راني منقصت لها الغاز وراني مخليتها طيب، قلقوش عليها كامل خلوها طيب، ومن بعد من طيب راح نميكسوها. فوالا بعد ما خلاص طابلي كلش هاني، شوفوا كيفاش ترجع، شوفوا الماء ما زدناش فيها قطره ماء، وهذا الماء غير تاع البصله ونتاع الطماطش، وهذه كامل الشيء اللي كان فيها صفيته ورق تاع رند. انا دائما ورق تاع رند نحسبهم باش ما نخلي فيها حتى وحده، العظام الوراق الورق تاع هذا تاع الزعتره كلش صفيته، هذوك العيدان تاع بالا تاع الكركم تاع تاع الزنجبيل كلش صفيته باش ما يحرقليش الميكسر، ومن بعد راح نميكسيها. حبيتو خلوها حتى تبرد تماما، حبيتو تميكسوها بهذيك الرحيوه هذيك تاع زمان الرحيوه تاعنا، ما كاش مشكل عاد هذيك خير، باسكو راح تصفي لكم هذوك القشوره تاع الطوماطيش كلشي على برا. ما حبيتوش حبيتو بالميكسر تانيك حاجه مليحه، راح نميكسيها ونرجع لكم. فوالا بعد ما رحيتها شوفوا كيفاش جات، جات خويتره حمامره الله الله، على بها قلت لكم ما تزيدولهاش الطماطش تاع الكونسونطري باسكو ديجا راح تجينا درنا لها العكري، هذاك العكري انا موجداته في الدار سيدي خدمته في الدار، وكامل لي زيبيس دوك كامل نعطيكم ندير لكم فيديو كيفاش انايا لي زيبيس نبريباريهم وكيفاش نستخرج منهم النكهه تاعهم بطريقه شويه مغايره، وانا عارفه ما تصيبوهاش في حتى فيديو. الوغ شوفوا كيفاش جات هنايا، راح نرجعها تغلي، شوفوا كيفاش راح نرجعها تغلي، ماش حبتها تنشف على هذا، مي هنايا راح نضيف لها فوالا مغرفه هكذا نتاع سكر باش نحي لها هذيك القرصيه كامل فوالا، وراح نرجعها تغلي غير تفد غلبه واحده برك ونطفي عليها، من بعد نخليها تبرد تماما ونعمرها في الشيء اللي تحبوه. فوالا بعد ما بردت راح نعمرها هكذا في بلارات ولا قراعي هذوما تاع ايفري وتاع نيسلي، وراح نغلقهم مليح برك نتاكد بلي بردت تماما، ونغلقهم ونحمر ندخلهم في الكونجيلاتور، نجبد وحده نخليها قدامي واللي بقى راح ندخله في الكونجيلاتور وقتاش ما احتاجيتو راح نجبدو. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يفيدكم، نلقاو ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله.